برحب بحضراتكم مشاهدينا. أول حواراتنا في هذا الصباح، المنتدى الحضري الإعلامي في نسخته 12 لتستضيف مصر كأول دولة إفريقية ليها شرف استضافة هذا المؤتمر. مؤتمر الحقيقة ليه دلالات كثيرة جدا في مرحلة بيعاني فيها العالم من تحديات كبيرة وغير مسبوقة، سواء تغير مناخي، ندرة مياه، زيادة عدد السكان، حروب وصراعات، واقتصاد أيضا بيعاني من تحديات كثيرة. كل هذه العقبات بتقف ربما أمام تحقيق أهداف التنمية بشكل كبير، وهنا بيأتي دور المنتدى الحضري العالمي في بحث سبل اجتياز هذه العقبات لتحقيق الأهداف المنوط بها التنمية المستدامة كما حددتها الأمم المتحدة وكما يتبع المؤتمر هذه المنظمة الرفيعة. أيضا هناك جلسة في المؤتمر مخصصة لتسليط الضوء على التجربة الحضرية التنموية المصرية وما يتعلق بمواجهة مصر الكثير من التحديات في هذه التجربة التنموية والحضرية والعمرانية. معنا الدكتور حسين حسان استشاري التطوير والتنمية المستدامة للحديث عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي. بنرحب بك يا دكتور. أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. في البداية نفرق أو نوضح للمشاهدين الفرق ما بين الحضر والحضارة، لأنه ممكن ناس بتخطئ وتقول المنتدى الحضاري العالمي هو المنتدى الحضري العالمي. ليه الحضري مش الحضاري؟ الحضري مقصود به التمدن، بيدي معنى للمدينة، إنما الحضاري هو طابع للمدينة نفسها. هل المدينة دي لها طابع حضاري ولا لا؟ لها طابع تاريخي ولا لا؟ يعني هو الفكرة عندنا في هذه الجزئية. يعني لما نتحدث عن القاهرة الخديوية نقول مدينة ذات طابع حضاري لأنها لها عمق تاريخي من العصر الفاطمي وهكذا. لكن الهجرة دايما بنتحدث الهجرة من الريف إلى الحضر. الحضر صحيح. يعني الهجرة من الريف إلى المدينة. يعني إذا علاقة بقى التنمية الحضرية بالتنمية المستدامة أو التطور الحضري بالتنمية المستدامة اللي بيناقشوا هذا المؤتمر، يعني وأهمية هذا المنتدى إيه؟ هو المنتدى طبعا بيقعد، يعني هو بيجي كل سنتين وهو منتدى أممي كبير جدا بيحضره يعني العديد من المنظمات الدولية بشكل كبير جدا، بيتبحثوا فكرة التطوير الخاص بالزيادة الحضارية في على مستوى العالم. بمعنى أن النهاردة 50% من سكان العالم عايشين في الحضر أو عايشين في المدن. من المتوقع أن هو في عام 2035 حيصلوا إلى أكثر من 70%، فبالتالي ده مؤشر كبير جدا. هل المدن مستعدة لاستقبال هذه النسب؟ هل المدن قادرة على مقاومة التغيرات المناخية؟ هل المدن قادرة على الحفاظ على المكتسبات اللي هي فيها؟ هل المدن قادرة على التحديات القائمة؟ هو ده اللي بيناقشه المؤتمر المنتدى الحضري اللي هو في دورته ال 12. يعني المنتدى بيحاول يجيب على أسئلة منها أنه إزاي تكون البيئات الحضرية مستدامة وأمنة لمواطنيها من خلال المناقشات والحضور وعرض تجارب الدول الأخرى. كيف يقدم المنتدى إجابات شافية لهذه الأسئلة؟ طبعا هو كل دولة لها تجارب عديدة ومتعددة في آليات التعامل مع ملفاتها. يعني على سبيل المثال لو جينا للبرازيل هنلاقي ان هي اشتغلت على جزئيه ملف العشوائيات مثلا لمده اكثر من 10 سنوات. عملت ايه؟ عملت تقشف، عملت اجراءات صعبه جدا عشان مثلا تقضي على العشوائيات اللي هي كانت موجوده عندها. مصر لها تجربة مختلفة. مصر كان عندها 357 منطقة عشوائية غير آمنة، قدرت في مدة زمنية لا تتجاوز ال7 سنوات ان هي تقضي على العشوائيات الغير الآمنة دون ان تفعل مثل البرازيل في تجربة التقشف. لا بل بالعكس، هي كان عندها دعم غير محدود للقضاء على العشوائيات الخطرة بشكل كبير جدا. فهنا في استعراض للتجارب الكبيرة الخاصة بهذا الشأن. برضو مصر لها تجربة في فكرة تطوير وزيادة عدد المدن الخاصة. صحيح. يعني النهاردة مصر عندها 38 مدينة من مدن الجيل الرابع. فبالتالي دي تجربة برضو لوحدها تؤخذ على فكرة استعراض التجارب. ويمكن هو ده يعني من ضمن الأسباب لاختيار القاهرة يمكن كأول مدينة أفريقية تستضيف هذا المؤتمر الأممي في نسخته 12. هو طبعا هو أول مدينة أفريقية من 20 سنة. هذا طبعا مصر بتستضيف هذه الجزئية، ولازم
نوضح ان ده جاي من الدور اللي قامت به مصر بالنسبه لفي البنيه التحتيه، لان النهارده مصر زودت المساحه العمرانيه من 7 الى 16%. كانت بتشتغل ما قبل 2013 على اليات معينه في المباني، النهارده اليات فيها نوع من الاستدامه بشكل كبير، يعني المدن مثلا 40% مسطحات خضراء فيها نوع من الاستدامه، حتى السكن البديل اللي هو بنقول عليه سكن البديل للعشوائيات في نوع من الاستدامه، وفي نوع من ان هو برضه من مدن الجيل الرابع، فبالتالي في تطوير كبير جدا في فكره البنيه التحتيه في مصر. عشان كده مصر هي دلوقتي هي ملتقى هذا المنتدى، وهي برضه اللي قدامها الفرصه كبيره جدا للاستثمار بالنسبه ل في اليات المدن بالذات يعني. يمكن المنتدى كمان بيخصص جلسه لاستعراض او لعرض التجربه المصريه الحضريه التنمويه، اهميه ده ايه من وجهه نظرك؟ طبعا مهم جدا، لان في العديد من الدول فيها نوع من الاحتياجات الخاصه بها، يعني مثلا من ضمن الوفود مثلا موريتانيا، موريتانيا في وفد اللي هو جاي محافظه نواكشوط اللي هي العاصمه، نواكشوط العاصمه مثلا عندها بعض المشكلات في العاصمه نفسها، يعني عندها 28 منطقه عشوائيه حوالين العاصمه، عندها عشوائيات حوالين العاصمه. التجربه المصريه وازاي يبقى في تعاون ما بين مصر وما بين هذه الدول، ده مطلوب لان العديد من الدول النهارده جايه عايزه تشوف التجربه المصريه، لان التجربه المصريه ليس تجميلا، هي تجربه رائده بالفعل في القضاء على العشوائيات وزياده مساحه البنيه التحتيه بشكل حضري وحضاري في نفس الوقت. طب الحضاري يعني ايه؟ برضه بتشتغل على المدن القديمه ان هي تحاول تخليها في نوع من رقمنا، وفي نفس الوقت تحافظ على الطابع المعماري الأساسي الحضاري الخاص به. التحديات اللي بيناقشها المنتدى واللي بيعاني منها العالم حاليا انعكاساتها ايه على القضايا التنمية، خصوصا عندنا تغير المناخ، عندنا أزمة الإسكان، عندنا زيادة سريعة في عدد السكان في كثير من الدول، تغير المناخي، شح المياه، يعني الصراعات والحروب، يعني كل ده شايف ازاي تحديات بتواجه التنمية الحضرية؟ هو في تحديين كانوا بيواجهوا مصر في وقت محدد، وهي فكرة زيادة النمو السكاني، ومصر تغلبت عليه بفكرة زيادة المساحة العمرانية، فما بقى ما عنديش مشكلة سكن في مصر يعني. تمام. في تحدي آخر وهو التحدي الخاص بالتغيرات المناخية. صحيح. وبرضه مصر كانت بتواجه هذا التحدي، بس مصر عندها آليات قدرت تتغلب على هذا التحدي. بمعنى المدن القديمة في مصر لم تكون صامدة في فكرة مواجهة التغيرات المناخية. نعم. لكن المدن الجديدة مصر استفادت من التجربة القديمة أن هي عملت مدن تقدر تقاوم التغيرات المناخية من خلال الشبكات اللي عملتها، شبكات تصريف مياه الأمطار في هذه المدن، فكرة أن يكون عندي تصريف مياه للسيول والأمطار، وفي عزل لهذه المياه في هذه المدن، وبناء عليه بنسمع أن المدينة القديمة فيها مشكلة وما بنسمعش أن المدينة الجديدة فيها مشكلة. صحيح. لأن مصر استفادت من هذه التجارب. استعراض التجربتين دول ان انا قدرت اقاوم الزياده السكانيه وقدرت ان انا اقاوم التغيرات المناخيه، اعتقد دول اكبر تحديين بالنسبه للعالم كله، بالنسبه لافريقيا، بالنسبه للزياده السكانيه في افريقيا، بالنسبه لفكره الانعكاس الحضري في افريقيا، ما فيش مدن، ما فيش نسبه العشوائيات عاليه، نسبه الخدمات اكثر من يعني حوالي 50% كهرباء في افريقيا بالكامل، وال 50% ما فيش كهرباء، فبالتالي مصر انا شايف ان هي قادره على بناء افريقيا من خلال هذه التجارب، وعشان كده بنلاقي الشركات المصريه موجوده في هذا المنتدى بقوه عشان تستعرض التجارب اللي هي قامت بها في مصر وخارج مصر. طيب اذا اتكلمنا عن قاره افريقيا بنجد انها بتشهد اكبر معدل في نمو السكاني، ومن المتوقع انه بيتضاعف عدد السكان خلال السنوات ال 30 المقبله. ده يمكن تحدي كبير، ازاي ممكن نستفيد من التجربه المصريه في مواجهه هذا التحدي؟ هو التجربه المصريه يعني عايز اقول لحضرتك هي مستفاد منها بس بنسب بسيطه جدا، يعني مثلا ان مصر قائمه بتقوم بمشروعات بنيه تحتيه في العديد من الدول الافريقيه بس بمعدلات انا شايف من وجهه نظر ان هي معدلات بسيطه جدا. لكن المنتدى انا شايف ان هو النهارده فرصه جدا كبيره لبناء افريقيا من خلال سواء بناء البنيه التحتيه بشكل متكامل. العديد من الدول النهارده بتعاني من مشكلات خاصه في افريقيا،
فكرة التمويل مش متواجدة نحو هذه الدول، لكن مصر ممكن من خلال اتفاقيات تجارية ما بين البلدين، فكرة تأمين نقل استيراد تصدير، ممكن يبقى في بنية تحتية قوية جدا لهذا الشأن. يمكن شعار الدورة الجديدة من المنتدى لهذا العام هو أن كل شيء يبدأ في المنزل، إجراءات محلية من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة. دلالة هذا الشعار وتفسيره إيه وانعكاسه على قضايا التنمية الحضرية؟ هو طبعا كل شيء بيبدأ من المنزل، لأن هي النهاردة مصر خدت إجراء محلي في فكرة بناء المدن وتطوير المدن. بمعنى أكثر وضوحا، النهاردة مثلا عندنا مشروع زي الفسطاط مثلا، تطوير مدينة كانت تحولت إلى شكل عشوائي، فبدأنا تدريجيا ان احنا نزيل هذه المناطق العشوائيه ونطورها، وفي نفس الوقت نخليها متحف مفتوح. النهارده المساحه اللي موجوده فيها اكبر حديقه في الفسطاط 500 فدان، صحيح. امكانيات كبيره جدا. فبالتالي انا شايف ان النهارده في تغير كبير قدرت تقوم به مصر في هذه الاليه. برضو في منطقه ثانيه اسمها الجبخانه، برضو دي من 1829 وهي فيها نوع من العشوائيه. النهارده طورتها مصر وقدرت تخليها برضو نوع من المتحف، وفي نفس الوقت عملت فيها المسطحات الخضراء اللي مصر بدأت أو القاهرة تحديدا كانت بتفتقدها نتيجة للزحف العمراني العشوائي. نعم. أيضا إزاي ممكن نجعل المدن الجديدة أكثر استدامة؟ يعني يمكن سؤال بيطرح نفسه مع تطور فكرة المدن والجيل الرابع من هذه المدن. هو طبعا عشان تحافظ على شكل المدينة لازم تشوف الحاجات اللي هي اللي احنا مثلا الهجره من الريف الى المدينه. كان عندي هجره من الريف الى المدينه، طب الهجره من الريف ليه؟ عشان ما كانش عندي تنميه في الريف. مصر النهارده عشان تحافظ على هذه المدن عملت مبادره كبيره جدا اسمها حياه كريمه لتنميه الريف المصري بشكل يليق بالجمهوريه الجديده، بحيث ان هو يكون الريف جاذب للاستثمار وليس طارد للاستثمار، فبالتالي وفي نفس الوقت جاذب للسكان. صحيح. فهي دي الآلية يمكن اللي مصر اشتغلت عليها. عشان كده المحافظة على المكتسبات الخاصة بالمدينة، مصر عملت تشريعات كبيرة جدا للحفاظ على هذه المدن بشكل كبير. ويمكن الإجراءات الحازمة اللي عملتها مصر في ال 38 مدينة جعلت ان ما فيش عشوائية ظهرت خلال الأيام اللي فاتت او السنوات اللي فاتت. يمكن فكرة الانتقال للمراكز الحضرية كمان يا دكتور، ده تأثيرها إيه على الاقتصاد بشكل عام، على الحياة والثقافة؟ طبعا هي مؤثرة، لأن حجم الاستثمارات بالنسبة للمدن الحضرية بشكل كبير جدا. النهاردة بنتحدث عالميا، بنتحدث عن 5 تريليون و200 مليار دولار حجم استثمارات في هذه المدن. فبالتالي ده شيء مفيد جدا، بشيء مفيد للاستثمار، مفيد للسياحة. يعني العلمين الجديدة النهاردة والتأثير السياحي اللي سوف يعود عليها هيؤثر بشكل كبير، سواء في استثمار داخلي واستثمار خارجي. الدولة أتاحت في المدن الجديدة آليات جديدة للاستثمار، وأعتقد كل يوم بنلاقي إعلان جديد. صحيح. وحاجة جديدة. فبالتالي النهاردة ما فيش مستثمر حقيقي لو ما لقاش عندك مدن جديدة أو شبكة كباري قوية. النهاردة مساحة أو عدد الكباري في مصر أكتر من 4235 كوبري، كل ده عشان يكونوا شرايين لهذه المدن بشكل كبير. صحيح. أخيرا، قرأت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في افتتاح المنتدى إزاي، وأهم الرسائل اللي حارس على أنه يؤكد عليها من خلال عرض التجربة المصرية كمان؟ هو رسالة الرئيس السيسي أنا يعني من وجهة نظري أنا شايف أن هي رسالة واضحة وصريحة، أن مصر قادرة على بناء العديد من الدول اللي هي يعني عندها نقص في البنية التحتية بشكل كبير جدا. مصر لديها رؤية مختلفة جدا. إثبات، أو أنا شايف أن الرسالة برضو مهمة جدا، أن السيد الرئيس بيتناول الحصاد الذي تم خلال السنوات اللي فاتت دي كلها بشكل حضاري، وبشكل كمان حتى احنا النهاردة في رحلات للسادة الضيوف للأماكن اللي هي تم الإنجاز فيها على أرض الواقع. فدي برضو أنا شايف أن هي رسالة واضحة جدا. صحيح. للعالم كله. صحيح. بشكرك في نهاية الحوار دكتور الحسين حسان، استشاري التطوير والتنمية المستدامة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا، إذن انتهى حوارنا الأول في هذا الصباح. فاصل قصير وبعده حوار جديد، قراءة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبيل ساعات من انطلاقها. كونوا معنا على شاشة النيل للأخبار.